نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. كلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبعا انتوا الأبطال دلوقتي المفروض عندكم امتحانات، بس أنا عايزة أعرف أكيد معظمنا بدأ امتحانات، يعني عايزة أعرف مين بيمتحن دلوقتي ومعظمكم في سنة إيه أو بتدرسوا إيه، في كليات ولا في ثانوية عامة ولا في كله امتحن وبيمتحن؟ ربنا يكون في عونكم يا رب. يعني في ناس بالفعل شغالة دلوقتي في الامتحانات. طب معانا حد أصغر من كده؟ ربنا يعينك، ربنا يعينك يا باشمهندس. معانا حد إعدادي أو ثانوي أو غير محمد؟ ربنا يعينك يا أسماء، ربنا يعينكم جميعا يا رب. طيب ممكن تقولوا أكتر حاجة بتضايقكم في الامتحانات أو في الفترة دي، غير ما أي أكتر حاجة بتضايقكم؟ هل التوتر ولا القلق ولا إيه أكتر حاجة بتقلقكم أيام الامتحانات أو ليالي الامتحانات؟ تمام، يعني المشكلة معظمنا كلنا زي بعض، القلق والتوتر والنسيان وعدم حب المذاكرة وقلة التركيز كل الحاجات دي معظمنا متفقين فيها، سواء اجتمعنا على كليات أدبية أو كليات علمية أو لسه ما دخلناش في الكليات والكلام ده كله، معظمنا نفس المشاكل. طيب نستعين بالله كده ونبتدي نستعد نشوف ازاي نحاول نعدي المرحلة دي، وازاي يبقى ما بيننا وما بينها حب، يعني المذاكرة نحاول نحبها، وازاي نستعد للأيام والليالي دي بالذات. أول حاجة هنبدأ نتدرب ازاي نعمل استعداد نفسي وغذائي للفترة بتاعة الامتحانات والليالي الامتحانات دي. أول صورة حبيت ان انتوا تشوفوها، نحن قوم لا تهزنا الجبال العوالي فكيف بورقة كتب عليها أجب عن السؤال التالي. تمام، دي أهم حاجة، ان احنا مهما كانت دي جبال عوالي من الكتب ومن الأوراق والمذكرات والكلام ده كله، أول حاجة ان احنا مش هيهمنا خالص أجب عن السؤال التالي. تمام، ونحط تاني حاجة قدامنا، نفتكر ان ايه يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. احنا عايزين ان شاء الله ربنا يكرمنا يوم الامتحان، ويوم النتيجة طبعا حاجة تفرحنا وترضي ربنا طبعا واهلنا والكلام ده. بصوا بقى في الصين عاملين لهم شكل اللجان عاملة ازاي، باين عندكم الصور ولا تقيل؟ هاتي دي شكل اللجنة بتاعتها، حد عنده اللجنة بتاعته كده؟ تمام، احنا ولا خايفين من امتحان ولا خايفين من لجنة، تمام، لان احنا نكون داخلين عاملين اللي علينا وان شاء الله مطمئنين وجاهزين. اعملوا ريفريش واقفلوا اي حاجة فيها داونلود او اي حاجة فيها نت خلص، والشاتنج والكلام ده كله اقفلوه، ان شاء الله تبقى خفيفة معاكم. يبقى اهم حاجه دلوقتي ما عندناش خوف من الكتب دي الكتيره والمذكرات والحاجات دي كلها، وما عندناش خوف من اللجنه. تمام، طيب هنتكلم عن كذا نصيحه هنحاول نجربهم مع بعض ونتفق فيهم مع بعض علشان نعدي ونوصل للتفوق، مش مجرد نجاح، مش مجرد مرور ايام الامتحانات. تمام، دول 10 نصائح كان قالهم قبل كده دكتور عمرو خالد، هما دول النصائح اللي بنستعد بيهم لفترة الامتحانات او عموما لأي امتحانات، سواء كلية جامعة بعد التخرج اي حاجة. اول حاجة طبعا لازم هي النية الكبيرة، مش نية اي كلام، عايزين نية كبيرة، لان طبعا ايه انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، لازم يكون نيتنا كبيرة. كبي يقول لنا نوايا من المذاكرة، من عنده نوايا من المذاكرة؟ جميل قوي، هدف مطلوب طبعا الاجمل رضا ربي، تمام، انفع نفسي ومجتمعي وديني طبعا، يبقى الاسلام وعزة الاسلام والمسلمين، ويكون الهدف هدف كبير عشان طبعا نثاب عليه، ما يبقاش اللي احنا بنعمله ده وخلاص. لا حول ولا قوه الا بالله، لا ما ينفعش، ده هدف، ده هدف صغنون خالص يا احمد، ما ينفعش،
لازم يكون هدف كبير عشان انت فعلا تحب ان انت توصله وتحققه، مش مجرد ان انا الحاج يطردني من البيت او اسقط. لا لا، وحشه خالص فكره ان انا ما اسقطش. يبقى هدفي ان انا ما اسقطش؟ لا خالص، انا عايز هدفي ليه؟ افتكر الايه اللي بتقول وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. تمام، دي جميله قوي يا مروه، علشان رضا الحج طبعا انت بتربيه وبالتالي هتاخد بر الوالدين وطبعا دعاء مستجاب. تخيل بقى، روح يا ابني ربنا يفتح عليك. طبعا مش عايزينهم يدعوا لنا ربنا يديك على قد نيتك وعلى قد عملك، صح؟ بتخافوا انتم من الدعوه دي، ربنا ما يديكش على قد عملك لان انت عارف ان انت ما تعبتش وما عملتش اللي عليك، فخايف ان ربنا فعلا يديك على قد اللي انت تعبته، صح؟ بالظبط كده. طيب بالنسبه للايه هي وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الايه دي من اللمسه الجميله اللي فيها ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه لما تعرض عليه اعمالنا سيرى من اعمالنا اول حاجه ربنا سيرى فيها الاخلاص. هل هي كانت خالصه لوجهي ولا كانت رياء لحد ولا كانت عشان ايه؟ دي اهم حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى ستعرض عليه اعمالنا يوم القيامه وقدام الايه الخلق كلهم هيعرفوا انت العمل ده كنت بتعمله ايه. هل عشان يتقال عليا متفوق وخلاص الناس خلاص هيقول لك اتقال في الدنيا ان انت متفوق وان انت بتذاكر. طيب والرسول عليه الصلاه والسلام هيشوف فيها الاتقان، هل انت اتقنتها واتمتها على حق على اتم وجه ولا لا. طب والمؤمنين؟ المؤمنين هيشوفوا، الاب هيشوف العمل ده، هل انا لما صرفت عليك واديت دخلتك مدارس كويسه واديتك دروس هل انت اتقنت عملك ولا لا؟ وكل واحد هيتربي له حقه، تمام؟ العمل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ربنا سبحانه وتعالى هيشوف فيها الاخلاص، الرسول هيشوف فيها الاتقان، المؤمنين هيشوفوا حقوقهم، لان المعلم مثلا انت كطالب هتقف قدام المعلم هل انت اديتني حقي في التدريس ولا لا؟ بالظبط كده. والطبيب اللي بيعالج هنقف قدامه انت عالجتني لا صح ولا لا، القاضي انت حكمت بالعدل ولا لا، وهكذا. تمام، وضحت النقطه دي ان احنا مش بنعمل بس لاي حاجه، ممكن تكون هدفك صغير بس تخليه ازمه بنيه كبيره. وممكن كمان واهم وتاني حاجه، طيب بعد النيه الكبيره مين بقى عنده دلوقتي نوايا كبيره ويفكرنا بيها؟ النيه الكبيره دي بأستاذ أحمد. تمام، جميل جميلة يا هدير، جميلة يا مرهو. شفتوا النية الكبيرة بتاعت أحمد إن هو يبقى قاعد ومغمض عيونه والحاج شايفه إن هو إيه بيلعب، شايفه بيذاكر بس هو عيونه نايمة. يبقى عايزين بعد النية الكبيرة لازم تاني حاجة تكون عندنا إيه؟ تكون عندنا همة عالية. هنشوف الأستاذ ده بيعمل إيه؟ الهمة العالية بتاعته قد إيه؟ دي الهمة العالية، عايز ياكل الكتب، تمام كده؟ دي همة عالية. الهمة العالية إن أنت بتبدأ تروض نفسك وتصر وتعزم على إن أنت تقعد ساعات طويلة على المكتب ومع الكتاب بدون ملل. الهمة العالية دي مجرد قرار وبس، بتصر عليه وبتدرب نفسك عليه وبتطوعها بتكون معاك. وبعد كده ممكن تتفاجئ ان انت قدرت تقعد وقت من ساعات كبير جدا وقدرت تنجز حاجات كتيره جدا، بس هي مجرد محتاجه همه عاليه. نفتكر الايه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يبقى دي تاني حاجة، نية كبيرة وهمة عالية. على قد النية دي أنا عايز أبقى دكتور مسلم أشرف الإسلام، أنا عايز أبقى مهندس أبني عمارات كبيرة واتقي ربنا فيها واتقي ربنا في الناس، أنا عايز أبقى معلم أخرج جيل بيحب الدراسة بيحب العلم أطلع علماء من تحت إيدي، تمام؟ أبني مستقبل أحسن من شكل مصر، ما اكتفيش بمجرد نفسي، أنا همتي إن أنا أغير وأتغير وأغير. تمام ما شاء الله. يبقى أهم حاجة تعمليها إيه يا هدير؟ ما يكتفيش من هو فيه، يعني ما يبقاش مثلا في المجال اللي هو فيه ثابت، لا يطور من نفسه ويغير من نفسه على حسب المجال اللي انت فيه. ماي تمام، مذاكرة كتير بالظبط وتحبي المجال اللي انت فيه. نزل ماي، ان لم تعمل ما تحب فحب ما تعمل، حب ان انت بتعمليه عشان تدي فيه اكتر. جميل جدا ما شاء الله، ربنا يعينك.
بالظبط، مش هي الدراسة بس، مش آخر حاجة هي شهادة التخرج، مش دي آخر حاجة بنوصلها، لا أهم حاجة قلنا نية كبيرة وتكون على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك ويثبتك فيها. بس تخلص النية لله سبحانه وتعالى وتصدق الله هيرزقك. وأهم حاجة طبعا من الهمة العالية برضو الصحبة الصالحة، لازم تكون في صحبة صالحة تعينك، مش الناس اللي تقول لك تعالى نخرج ونسيب المذاكرة، هنغش من بعض، طبعا ما ينفعش خالص في المجال ده. بحب الانجليش لان ده لغة الغرب، ودلوقتي الغرب بقوا بيستخدموه، هم تقدموا رغم ان احنا كنا الاساس واحنا اللي مدينهم العلم، بس قوتهم ومنزلتهم هم اللي بقوا دلوقتي بيفرضوا علينا ان المواد تدرس بلغتهم هم، لغتهم الام مش لغة قراننا، صح كده؟ فاحنا لازم نتعلم اللغة بتاعتهم، لازم نتفوق فيها عشان نرجع ناخد المكانة فيها، زي علماء الاندلس والعلماء العرب، هم اللي طلعوا الكيمياء، هم اللي طلعوا الجبر، هم اللي طلعوا الطب، هم اللي عملوا كل اللي دي بلغتنا احنا العربية، بلغتنا لغة قرآننا، بس احنا عشان ما عرفناش نحافظ عليه، طبعا ابن حلينا وراجعنا هم اللي قالوا، نفتكر ان ايام فرنسا كانوا بيبعتوا لسلاطين العرب في الاندلس يطلبوا منهم العلم، يعني احنا كانوا بيطلبوا مننا احنا العلم. بص انقلب الحال ان احنا مش حابين حتى لغتهم ومش عارفين نتقدم فيها، وده غلط. حارب الفكره الغلط دي، هتحب الانجليش انت لسه صغير وهتحبه كمان اكتر، وخد كورسات عشان لما تدخل الجامعه هتساعدك. دي للاسف، وان شاء الله احنا نبقى الاقوى، لان احنا ما شاء الله في الجيل اهو همه الاسلام وهمه تحسين الصوره، مش مجرد هنسيب امه الاقوى، ان شاء الله احنا هنقوى، احنا هنصلح في بلدنا وهنصلح من نفسنا ان شاء الله. نعرف لغه قوم امن مكرم، تمام يا هدير؟ صح كده، يبقى ما نقولش الكلام ده، ما نقولش بحب وما بحبش، تمام؟ طيب تاني حاجة بعد النية والهمة، أهم حاجة إيه تالت حاجة؟ خلاص يا عم عرفنا إن أنت بتذاكر كويس، عايزين نذاكر في جو هادي، ما ينفعش وأنا بذاكر أبقى قاعد جنب التلفزيون، قاعد جنبهم في الصالة، اللي رايح واللي جاي بيتكلم معايا وأشبك معاه في الموضوع ده وأتكلم معاه في الموضوع ده، وسامع تلفزيون وقاعد وفاتح جنبي الكمبيوتر وفاتح جنبي الراديو وفاتح جنبي حاجة حتى لو كان قرآن، مفيش حاجة تنفع إن أنت تذاكر فيها، لازم جو هادي عشان يبقى كل تركيزك منصب في المذاكرة اللي أنت بتذاكرها دي. ما فيش حاجة ممكن تذاكر معاها وتسمع حاجة جنبك غير لو كانت رياضيات مثلا، حل أسئلة، أيوة ذاكرت وذاكرت القوانين، ويا دوب بتتسلى بتحل الإيه؟ الأسئلة بتاعتها، بتحل المسائل، مسائل فيزياء، مسائل كده بس، إنما حتى لو أنت بتحل كمذاكرة عادية ما ينفعش، محتاج كل تركيزك بنسبة 100% يكون مع المادة اللي أنت بتذاكرها عشان ما ياخدش منك وقت أطول في المذاكرة. يبقى المذاكرة في جو هادي، في مكان هادي، في إضاءة كويسة وتهوية كويسة، تمام؟ يبقى بعد ما قلنا النية وجهزنا النية، خلاص أنا هذاكر، أنا وضبت طبعا مكتبي منظم، مش حاطط كمان جنبي حاجات تشتت تركيزي، لا أنا حاطط المادة بس اللي أنا فاتحها قدامي والقلم والورق اللي أنا بذاكر فيه. ما أنت يا علا لازم لما تذاكري تشغلي، كل ما بتشغلي كم اكبر من الحواس كل ما بتستفادي اكتر، مش مجرد امتى يجيلك الشعور بالنوم ده بقى، لما انت وانت قاعده مجرد باصه في ورقك كده وعماله تقري بعينيكي حتى مش مطلعه صوت بتدندني بيه، تمام؟ تبقي قاعده ومركزه ومستخدمه عينيكي وبتقري، طب 1 2 3 انا بذاكر دلوقتي مثلا جغرافيا، تقع كذا كذا كذا، 1 2 3 وامسك ورقه واشخبط واعمل زي خريطه كده دايجرام جنبي وابدا احط النقط بتاعتي، تمام؟ يبقى انا دلوقتي استخدمت ايه؟ سمعي شغال ولساني شغال وعينيا شغاله وتركيزي بايدي شغال، عمري ما هنسى. وانا مثلا عملت 1 2 3 دي بتتركز في كذا كذا كذا، واعمل انا دايجرام، عمري ما هنسى التلخيص كمان اللي انا عملته في الاماكن المكشوفه، اتعلمت اظبط تركيزي. يعني ايه في الاماكن المكشوفه؟ مش فاهمه، معلش يا اوصاف. ماشي، هنتكلم في موضوع المذاكرة حبة 2 بالليل ده يا محمد. هنتفق دلوقتي ان احنا بنذاكر، ادي المكتب قدامي فاضي، مكتب ترابيزة، بتحب تذاكر على الارض؟ مفيش طبعا حاجة اسمها اذاكر فين، على السرير، الجو دفى، لا البس شراب والبس جوانتي عادي ودفي نفسك والبس كوفية، انما ما تقعديش فوق السرير وتقولي انا بذاكر، لا طبعا، وتقولي هيجيلي النوم، اكيد اكيد هيجيلك النوم طبعا وانت قاعد على السرير، تمام؟ يبقى اتفقنا دلوقتي ان المذاكره في
مكان هادي ومنظم، وقاعد على الكرسي رجلي ظهري مستقيمه ورجلي مستقيمه، مش قاعد مشبك رجلي وعمال ادلدلها مثلا والعب فيها، لا قاعد مركز بهدوء تمام. ده الاستعداد. واخد معايا قلم، او معايا اللي بيحب مثلا ما بيحبش يكتب وماسك ماركر بيعلم في كتاب ممكن تمام. كل دي حاجات ممكن نستخدمها، انما السرير ممنوع، الزحمه ممنوع طبعا، انت يبقى المكتب قدامك مليان زحمه لا. حاول يبقى فيه طبعا ريحه كويسه، حطيت معطر، شغلت بخور، فاتح حاجه للتهويه، ما تقولش برده الدنيا زعلاني. كل ما بيكون فيه مصدر للتهوية كل الأكسجين بيكون مفيد لتجديد الدم، بيبقى محمد بالأكسجين فبيغذي المخ أسهل. إنما كل ما يبقى إيه، أنت قاعد وعمال تطلع ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون أكيد حاجة تجدد الهواء يا مروة، مش حاجة طيارات هواء، لا مش طيارات هواء، يا دوب مثلا ممكن تفتحي أنت قافلة الشيش مثلا وفتحة حتة من السلك بس صغيرة، بحيث انها تنشطك وتجدد لك الاكسجين بس مش اكتر. لا ما تخافيش مش هيبقى فيه عيب، واحنا لابسين الايس كاب ولابسين الجوانتي وكل حاجه، ما تخافيش تمام كده. ده بالنسبه للمذاكره في جو هادي. على بالونتي يا مروه ما تقلقيش. بعد كده اهم حاجه ان احنا ننظم الوقت. طبعا موضوع تنظيم الوقت ده مهم جدا، خاصة ليالي الامتحان، لأن معظم ليالي الامتحان بنكون قاعدين فيها في البيت، مثلا ما كنتش بنزل كتير ما بين المادة والمادة مثلا يومين وهكذا، فنحاول ننظم الوقت. نبتدي طبعا بيومنا بصلاة الفجر. احنا عندنا الفجر في أذن الساعة 5:30، عندنا الشروق الساعة 7. ممكن مثلا لو مش هنقدر نصحى 5:30 ممكن نصحى 6، وكده بقينا متوسط، لحقنا صلاة الفجر الحمد لله ولحقنا الشروق ونبتدي اليوم من بدري. طبعا ايه الرسول صلى الله دعا لقومه في البكور، فطبعا ده افضل وقت، بيبقى فيه بركه وبيبقى فيه توزيع الرزق. وطبعا بالنسبه للهواء اللي موجود فيه، في ماده الاوزون اللي هي O3، دي بتكون مفيدة جدا 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 لتجديد الهواء والأكسجين لخلايا المخ. أكيد طبعا المذاكرة والتطبيق ده ما بيفيدش أي حاجة، لأن كده كده المخ بيكون جاب أخره وما بيستفدش، وأنت بتوتر نفسك وبتقلل على تركيزك، وبتلاقي إن بعد كده المعلومات مش عارف تحصل عليها إزاي. إنما تخيل إن أنت ابتديت يومك الساعة 6 الصبح مثلا، وبكده كسبت ان انت صليت صلاة الفجر وخدت البركة وجددت الاكسجين الموجود. طيب وبعدين هنقعد نذاكر لحد انت مثلا لحد صلاة الظهر، ونعمل على سنة رصاصة وناخد وقت القيلولة مثلا بعد صلاة الظهر من الساعة 12 نريح ساعة. كمان شايفين انت عندكم مثلا من 6:30 لو انا فطرت ولعبت وقبل ما بدأت مثلا قلت هقرأ القرآن مثلا هقرأ ربع جزء اللي هقدر عليه عشان انشط ذهني، وهبتدي دلوقتي مذاكرتي. نبتدي 7، عندك من الساعة 7 لحد الساعة 12 حوالي 5 ساعات. 5 ساعات طبعا يفرقوا معاك كتير كتير كتير، صح ولا غلط؟ هناخدهم باتفاق ان احنا هناخد 2 ساعة، وما بين كل 2 ساعة و2 ساعة هناخد بريك صغير من 10 ل 15 دقيقة. يبقى كل 2 ساعة هناخد بريك صغير، كمان ده احلى وقت المذاكرة فعلا يا هدير، بيكون قمة التركيز لان بيكون الذهن صافي والجو هدوء، وبيكون احسن وقت للمذاكرة تمام. نعمل جدول كده، انا هبتدي اليوم وانا كده قاعد ماسك ورقه وقلم، حددت انا النهارده عندي ماده كذا وكذا وكذا، عايز اذاكر كذا وكذا، احدد او اشوف بالوقت على حسب. انا عندي مثلا الماده بتاعتي فيها 15 شابتر، هقسمهم كل شابتر هيحتاج مني قد ايه، طب هبتدي بايه، واعمل جنبي كده مخطط صغير، مش لازم طبعا بالالوان دي كلها، انا بوريكم حاجات بس دي ناس عاملاها طبعا، اكيد مش ليالي الامتحان، اكيد ناس عاملاها مثلا بصوا كاتبين من الساعة 8 هعمل ايه، حتى اللونش فوق من الغدا تقريبا فيهم، ادي الغدا عامل بقى شوكة وسكينة وعامل كولا وعامل حاجات كويسة بحيث انها تفتح فيه في المذاكرة. واكيد لما يعمل حاجة لو عمل علامة صح او كده حس ان هو انجز اللي هو محدده اليوم، وده يشجعه اكتر ان هو يكمل تمام. ده بالنسبة للتنظيم. وعندنا طبعا لو خدنا مثلا هنقول هناخد من 12 لحد 2 نوم، هننام مثلا وقت القيلولة ده
ونريح شوية لحد لما نقوم. هنقوم هنقعد نذاكر ساعة مثلا لحد في صلاة العصر ونبتدي. خلي بريكنا بوقت الصلاة، نخلي البريك بتاعنا وقت الصلاة أو وقت الغداء. اصحى من القيلولة بتاعتك دي غدا وابتدي تاني، خد كم للمذاكرة وخلي البريك الفاصل برضو هو بريك للإيه؟ بريك الصلوات. طب هناخد وقت الراحة اللي احنا بنستريح، احنا قلنا ممكن نخليه وقت الصلاة أو ممكن نعمل فيه ايه؟ ها ايه رأيكم في الأفكار دي؟ هنلعب سودوكو أو توم أند جيري. ادي دي حاجات مفيدة وبتنشطنا. مش اقول انا هقوم مثلا هاخد البريك 10 دقايق واروح افتح الفيسبوك طبعا واروح سرحان فيه، لا طبعا. هدير انت قلتي كلية ايه؟ طبعا لانه بيسحب من الوقت وبيسرق الوقت بتاعنا. تربية ايه؟ طبعا يا استاذ احمد انت ثانوية عامة مش محتاج ان انت تحل سلوكه، لا انت امسك احصى حلها. جميل جدا ما شاء الله قوة الله منك، ملكيش دعوة بالحاجات اللي بتعقد دي، ملكيش دعوة بسلوكه. امسك احصى حلها، امسك فيزياء لو عندك، امسك رياضة، امسك اي مادة حل فيها، هي دي البريك بتاعك. ربنا يعينك يا رب، يا دير ويوفقك يا رب، استخدمك في خدمة الإسلام يا رب. تمام كده. بصوا دي زي فاكرين اللي هي كنا بنحرك الأرقام فيها، زي ان انتوا تحركوا الألوان او تلعبوا فيها. فاكرين لعبة الأرقام دي اللي احنا نجمع من واحد لاتنين بالصف ده وهكذا؟ فاكرين اللعبة دي؟ حاجات بتهدينا وبتطلع الطاقة السلبية اللي جوانا لو احنا متوترين مثلا. يعني الامتحان بس مجرد هتاخد 10 دقايق، مش هتاخد وقت طويل. كمان كده فهمتوني؟ ده هو ده البريك اللي احنا محتاجينه، بحيث ان احنا نغير جو فيه ونقوم نصلي ونغير جو ونتوضى. والحركة دي طبعا بتفرق كتير جدا من جو المذاكرة وما ترهقش الذهن. هدير انت عمالة تحرقي كل انا هسيبك المحاضرة تكمليها يا هدير بصراحة. ما ينفعش كده، دي بتبقى على حسب الشخصية يا محمد، ملهاش علاقة بحب أو كره، تبقى قدرات. لا والله أنا بهزر معاكي، مش قصدي حاجة. إحنا عندنا مشكلة طبعا في مصر وحدث ولا حرج، إن إحنا عندنا مش بنبقى عارفين قدرات، مش بنعمل الأطفال وهم صغيرين الاي كيو ونشوف الانتليجنس بتاعهم، مش بنعمل اي حاجه. ناخده خلاص ذاكر واعمل المواد دي كلها وصم واحفظ، والصم هو اللي يفرق من واحد لواحد وخلاص. انما ما بنعرفش ان ده بصري، لا ده سمعي، لا ده حسي، لا ده ادبي، لا ده علمي ينفع فيها، لا ده بيعرف يحفظ، ده قوي الملاحظه، لا ده الاي كيو بتاعه عالي ينفع في المواد، لانه ما بنعرفش. بندخلهم كلنا مع بعض عادي في ابتدائي واعدادي وثانوي، مفيش اي فرق، مش زيهم كمان عندهم سنة مختلف. انا حابب اكون في المجال ده كمان. فدي مشكلة عندنا، مش حب ولا كره، اجبرنا عليها وما تنمناش، ما تنمتش المواهب اللي عندنا عشان نعرف مين بيحب كذا ومين مش بيحب كذا. طب انت بتدرس ايه يا مصطفى؟ طب انت كده كده كلية علمية، فانت مذاكرتك بتحتاج ان انت طبعا تبقى محتاج مذاكرة وتركيز وحل اكتر، وبيبقى عندكم الكويزات بتاعتكم الكتير دي، فدي مشكلة. او مذاكرتكم ليها نوع مختلف. انت قسم ايه طيب؟ صح دي مشكلة فعلا يا هدير، ان هو ممكن يكون الطفل اصلا عنده صعوبات في التعلم وما ينفعش، وكان ممكن ان احنا نساعده ونحل المشكله دي، او ممكن يبقى له طريقه معينه في المذاكره برضه ما بنكتشفهاش. والتوحد واللي عنده مستوى ذكاء معين، ما بنعرفش نعمل الحاجات دي، صح؟ دي مشكله في مجتمعنا. الله المستعان، ربنا يعينكم وتعرفوا وتكتشفوا الحاجات دي والتفرقه والكلام ده كله. بالنسبه لبشمهندس مصطفى، الاتصالات طبعا تقريبا مش عارفه طبيعه شغلكم على الكمبيوترز والحاجات دي، صح؟ والحاسبات والاتصالات كلها، انا مش عارفه طبيعه دراستك قوي، بس هندسه ذات نفسها بتتميز ان هي طبعا كورسات كتير، ومش عارفه ليه بيعملوا فيكم كده بصراحه، كورسات ومحاضرات طول النهار. انا مش عارفه بيلحقوا المفروض يذاكروا امتى اللي اخدوه ده، وفي الاخر يمتحنوا.
فلو انت مثلا شغلكم من حيث الدراسه بتعمل حاجات كتير على الكمبيوتر طبعا يبقى شغلك اساسا تركيزهم على الكمبيوتر، ربنا يعينك، انما المعلومه ما بتقعدش 5 10 دقايق، دي صعبه. لو محتاجه مثلا زي ما قلنا صح، ما بيحببناش او مش بيفهمونا كمان، مش بيورونا صح ان احنا نذاكر المواد دي صح، او الاسلوب غلط، مش يعني عندهم في مواد بيحتاجوا فيها ان هو يبقى اوبن بوك ويفتحوا ويقروا ويعرفوا يطلعوا، وهو مش حابب مجال اللغات ده ما يدخلش في اللغات، بس مجرد ان انا احفظ زي ما كانوا بيحفظونا قطعه اكتبها الباراجراف ده هتدخل هتلاقيه هتعمله، اسلوب عقيم في التعليم طبعا. نرجع تاني لموضوعنا اللي احنا بدأنا بيه، ان احنا لازم يكون عندنا اهم حاجة قلنا نية كبيرة، ان انا مش يكون عندي الهم ان انا انجح في المادة او ان انا اجيب يا دوب اجيب درجة النجاح، تمام؟ مش ده اللي معانا. تمام، نرجع تاني نفكر تاني بالحاجات عشان ممكن تكونوا لسه داخلين او كده، ده اللي احنا قلناه، اهم حاجة يكون عندنا نية كبيرة، هدفي الاسلام وان انا ارضي بعملي الرسول ووالدي واهلي ويفخر بعملي ده الرسول صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة قلنا الهمة العالية، وان احنا نجاهد نفسنا، مش ان هي ان انا خلاص حسيت ان انا مليت لا اقوم خلاص بقى زهقت من المادة دي، لا احاول تاني، طب انا مش فاهم الفقرة دي طب اروح احكي مع صاحب التليفون، لا احاول معاها، ما تضيعش وقتك ان انت تدور على حد يشرح لك، والكورسات والحاجات اللي وقت ليالي الامتحان دي بتضيع وقت كبير، انت استفاد بوقتك، حاول معاها مرة تانية اكيد، لان اللي حاططها اكيد مش اكتر ذكاء منك، وما دام حد فاهمه يبقى انت كمان ممكن تفهمه، مفيش ما تحطش في بالك ان انت ممكن ما تفهمهاش وان انت لازم حد يساعدك فيها، لا حاول ومره واثنين وثلاثه وما تزهقش وتستسلم وتسيب، دي بالنسبه للهمه العاليه. وثالث حاجه مهمه هي الهدوء، زي ما قلنا ما ينفعش اذاكر في جو كل ده وشغل انا مش عارف اركز انا مش عارف احفظ انا بنسى بسرعه، ما اكيد لان المعلومه دخل وسطها حاجات كتير، دخل وسطها صوت تلفزيون، دخل في وسطها كمبيوتر، الموبايل اهم حاجه، واهم حاجه لازم نكون قافلين الموبايل وقافلين الفيسبوك، ما ينفعش اذاكر وجنبي لب، ما ينفعش اذاكر وانا باكل اللبان، عمال اكيد حاجه طبعا بتشتت تركيزك، كل الحاجات دي روتر، ماسك قلم عمال ماسك تك 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 تك، ليه التوتر ده؟ كل الحاجات دي بتوترك وبتاثر على تركيزك، تمام؟ تعبت قوم خد بريك مفيد، قوم اتوضى وصلي، قوم هات قوم زي اي حاجه ممكن وسيله ترفيه بسيطه وتفيدك وتطلع الطاقه السلبيه، اللي بيحب يحل كلمات متقطعه يحل كلمات متقطعه، اللي بيحب يحل الارقام سلوكه يحل زي ما انت عايز، طبعا ما تقومش تفتح اخبار ولا تقوم تفتح مسلسلات، حاجات تغير المود بتاع الجو المذاكره كله، تعرفوا ننظم الوقت ازاي. من الحاجات المهمه طبعا ان احنا ناخد فيها ناخد منها البركه زي ما قلنا ان احنا نبتدي يومنا بعد صلاه الفجر ان شاء الله، ونبتدي يومنا من بدري عشان ننام بدري عشان تحصيل المخ والمخ يستريح والاجهزتنا العصبيه، لان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده ان احنا ننام بالليل ونصحى بالنهار، فناخد البركه وتحصيله، من افضل حاجات البركه هي القران، وما ينفعش اخلي القران لما افضله، لا حاول تبتدي بيه على طول، تبقى واثق ان هو عمره ما بيضيع وقته، يعني انت مش بتضيع وقتك بان انت تقرا القران، بالعكس انت بتستمد منه هدوء نفسي، بتاخد بيه برضو افضل بريك طبعا، وعليها حسنات وعليها ثواب وهدوء وشفاء ونور كمان. شايفين اهم ازاي بيتدارسوا مع بعض، مش يقولك تعالى نروح السينما، لا تعالى نعمل كذا، هي الصحبه برضه، وان انت ما تضيعش وقتك في حاجه مش هتفيدك. عندنا برضه من المشاكل اللي بتكون موجوده ايام الامتحانات هي التوتر، احنا قلنا صح يا مرة ان احنا نبتدي بيها حتى لو ربع ان شاء الله، انا كلية الفجر بس حاسس ان انا ايه لسه تركيزي ما بدأتش قوي، طب اروح اعمل ايه؟ اقرا لي مثلا حتى لو صفحة صغيرة، واخلي مثلا ما بين مادة ومادة، ما بين مذكرة ومذكرة، هقرأ صفحة انا بس مدي بيها طاقة، بستعيد بيها طاقة، مش مجرد ان انا حطيته قفلته او زي ما الناس حطاه وركناه على الجنب جنب المصحف جنب المخدة، دي البركة، او انا واخداه في شنطتي، مش كده خالص، خده واقرأه تدبره، حتى لو انت مثلا مش قادر تقرأ ممكن تشغله جنبك بصوت شيخ انت بتحبه، الربع ساعة اللي انت واخدها بيكون انت مريح على السرير
ومغمض عينك ومسترخي خالص بحيث ان انت برضو يهدي اعصابك. احنا قلنا مش هنعتمد على قراءة بس يا نادر، احنا قلنا هنقرا وهنشغل كل الحواس معانا. انا جايب معايا ورق ابيض، معايا كراسة بشخبط فيها. ده بالنسبة للمشكلة دي، التراكم دي هنبتديه في بداية الدراسة، بس احنا دلوقتي بنتكلم عن ان احنا خلاص دلوقتي فترة امتحانات. انا همسك، انا عندي مادة كذا، انا مجبر بوقت، تمام؟ يعني بنتكلم على اساس ان احنا عندنا دلوقتي مواد فعلا. انا حاطط في بالي انا عندي مثلا ماده كذا، همتحن بامتحن حد وثلاث وخميس مثلا، فانا هاخد يوم الاحد عندي ماده كذا هبتدي. انا روحت من الماده طبعا. التصوير ده ممكن نتكلم عليه لو احنا بنبتدي من بدايه الترم وبنذاكر، انما احنا دلوقتي فين؟ احنا خلاص في ليالي امتحانات، بنتكلم ازاي نستغلهم. متفقين على كده؟ مفيش تسويف ان شاء الله. ونبتدي، انا رجعت من الامتحان مثلا، رجعت الساعه 2 الظهر، طب ممكن اتغدى واريح شويه ساعه ساعتين ما نمشي لحد اخر اليوم، وطبعا كده قلبت ساعتي البيولوجيه ولا وكده، هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي خلل، هيخليني اسهر لان مش عارفه انام تاني الساعه 10 زي ما كنت المفروض انام. لا، خد لك بريك بعد الساعه، بعد الماده الامتحان اللي انت امتحنتها، عشان تبقى خلصت الهم اللي انت فيه، تمام كده؟ طيب برضو ممكن ممارسة المشي، ان احنا نمشي ناخدها بريك ونمشي في المكان حتى لو حاجة بسيطة. اللي ما عندوش جهاز المشاية يعمل تمارين بسيطة، تمارين الايروبكس الصغيرة اللي احنا ممكن نعملها في البيت، مجرد هو المشي في المكان، الحاجات البسيطة اللي احنا ممكن نعملها نغير بيها جو، وبتدينا طبعا نشاط، لان الرياضة بتدي هرمون الاندروفين اللي هو مسؤول عن السعادة كمان. تخيل بقى هيدي لك سعادة وانت قاعد بتذاكر، مش هتحس بملل الحركات البسيطة. ممكن تعمل حركة الدبال بتاع العجلة برجليك وانت نايم على الأرض، مسترخي على الأرض، تمرينات الأيروبكس، تمرينات جري في المكان. طبعا دول بالنهار طبعا بيمشوا الكلب اللي له بتاعهم، بيسقوا الزرع، بيعملوا حاجات مفيدة طبعا مش عندنا، انما احنا ممكن نعمل الحاجات البسيطة اللي غير لها جو، وبتساعدنا ان احنا نشحن طاقة تانية جديدة واحنا في مكاننا. دي من الحاجات المحظوره والممنوعه وقت المذاكره، ما ينفعش. لان طبعا تخيل انت قاعد بتذاكر وجالك رنه ولا جالك اتصال وقطعت الاتصال، ده طبعا ده عندك تشتت. تخيل ممكن يجيلك سؤال في الامتحان وانت ما تفتكرش الاجابه كامله، ليه؟ لان انت كانت بدايته قبل المكالمه والموضوع اتقطع خالص في ذهنك، تيجي في الامتحان عشان تسترد المعلومه تلاقي صعوبه جدا. انا كنت بادئ هنا، طب فين باقي الاجابه؟ انا واثق ان انا قريتها، طب كانت فين؟ هتفضل تفتكر، طب كانت قبل المكالمه ولا كانت بعد المكالمه؟ فدي مشكله. يعني الموبايل والفيس واللب واللبان دول ممنوعين، صح؟ واللي هيتصل بيك خد بالك، لان اللي بيتصل بيك ده لو صاحبك يبقى عنده برضه مذاكره، انت اكيد مش اشطر منه. هات الولد الشاطر اللي هيقعد يشرح له، ده مش وقت شرح ان انت تشرح لحد، تمام كده؟ مش ده وقته خالص ان انت تشرح له وتعطل نفسك، واكيد هتفتكر طب انت عملت ايه في الماده، وتقعد تضيع وقتك في حاجات مالهاش فايده، فمالوش اي فايده خالص الموبايل. بالنسبه لمحمد بيقول عنده ماده قدامك 5 ايام، ابدأ انت احسبها. انا عندي ادي 5 ايام، عندي طب كام مذكرة، طب كام حاجة، واهم حاجة، اهم حاجة تجيب يكون معاك امتحانات السنين اللي قبل كده، تمسك قلب كده فيها، بص على الاسئلة اللي جات قبل كده، قبل ما تبتدي تذاكر بص على الاسئلة اللي جات في السنين اللي فاتت، شوف هتلاقي موضوعها بيتكرر، بيدور على حق اول الموضوع، لان اكيد موضوع مهم دكتور مهم اداهولك او كده، وركز عليه. وانت بقى بتيجي تقرا اللي انت بتذاكره هتلاقي مثلا، ايوه انا شفت سؤال عن الماده دي، احفظ الجزء ده واكيد هيجي مني، وحل طبعا او شوف مسائل كتير جات مثلا، الله اعلم انا مش عارفه دراستك ايه او طبيعتها ايه، تجاره مثلا او كده، طب جات عن البنوك، جات عن المحاسبه، جات عن الضرايب، هي اسئله كتير، هتلاقي الاسئله كانت بتركز على ايه، على انهي فصول في الماده. وانت بتقرا اكيد عينك هتيجي عليها تفتكر، ايوه انا شفت سؤال هنا، قلب في الاسئله بتاعه السنين اللي فاتت، هتفرق معاك طبعا كتير. انا كنت بجيب لحد امتحانات لحد 98، يعني تقريبا 7 سنين قبل، وتقريبا معظمها بيتكرر طبعا، ده قبل نظام الامتحانات الاختيارات والام سي كيو والكلام الحاجات دي، يعني كانت هي الاسئله الدش. انت حفظت ده، انت وحظك بقى، ما جاش راحت عليك.
بس انت حلو، 5 ايام دي فرصه كبيره جدا. قسمهم مثلا هم 5 فصول ولا 5 شباتة، لازم اهم حاجه تعمل 4 ايام للمذاكره واخر يوم ده يبقى للمراجعه للتحصيل اللي انت قريته قبل كده، علشان ان انت تذاكر وما تراجعش بتقع منك حاجات ما بتاخدش بالك منها. ممكن لما تيجي وقت الامتحان تبقى حاسس ان المعلومه مشوشه. المراجعة مهمة جدا، وطبعا دي أهم حاجة إن احنا نبقى بنذاكر. المفروض الطبيعي الناس اللي بتذاكر أيام السنة كلها تيجي ليالي الامتحانات مجرد حل امتحانات. احنا عندنا بابا ما كانش بيخلينا نفتح نذاكر وقت الامتحانات، يمسك لنا اللي هي الجرايد ويحل معانا، دي كلام الوزارة، دي كذا، ويحل وادي معايا الإجابة النموذجية، دي اللي تثبت فعلا اللي ذاكر من اللي ما ذاكرش. إنما ليالي الامتحانات إيه ده؟ ده أنا ما ذاكرتش، توتر نفسك، دي ملهاش أي فايدة خالص. انما بالنسبه لماده انت بتقول ما ذاكرتهاش ومعلش الاول مره، نحاول نتعلم من الغلط ونجدد برضو النيه ونزود الهمه ونبتدي، وان شاء الله هتبقى سهله عليك وان شاء الله هتحل كويس في الامتحان ان شاء الله. طيب نغير جو شويه. بالنسبه للايه شرط اساسي من النوايا، واهم حاجه نتقي الله، نتقي الله في اللي احنا بنذاكره، نتقي الله في مجهودنا، ما نساعدش حد ان احنا نغشه، لان طبعا ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، فطبعا احنا مش عايزين حد يغش وياخد مجهودي ويتساوى معايا. طبعا الايات اكثر ايات جت في التقوى جت في سوره الطلاق، كانت منها ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يبقى ربنا هييسر لك ويطلع لك مخرج. الماده دي صعبه، المساله دي صعبه، اتق الله، عمرك ما تحط في نفسك نيه ان انت تغش او ان انت تهمل فيها وربنا هيجيب لك مخرج، لا اتق الله وان شاء الله يجعل لك مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا تعلم. من يتوكل على الله فهو حسبه. تمام. وايه تاني؟ ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. مش غريبه يا هنيه؟ طب طالما انت اتعودتي على الاسلوب ده مفيش مشكله، اعملي حسابك ان انت تيجي وقت الامتحان تقسمي الماده. انا عندي مثلا 3 ايام، خلاص هخلي اول يومين هرجع الماده من اولها لاخرها، اخر يوم هبتدي احل بس وراجع واحفظ، مجرد اقلب كده اشوف العناوين الكبيره، اشوف الهيد لاينز اللي انا معلمه عليها بس. مش عادة وحشة طبعا، بس على حسب حاجة وقتك. لا طبعا مفيش مشكلة، في ناس بتقلق، انا من الناس دي بحب ان انا ابقى عديت على المنهج، لان طبعا مش مضمون، وخاصة في النظام الجديد بتاع اللي هو الاختيارات والكلام ده كله بيجيب لك ما بين السطور، مش زي الاول تقريبا لما كنت في اعدادي. لا مش مريضة. لا كان في عبادي كان نظام الامتحان دش، يعني نظام بيتكلم اكتبي عن كذا بس، ودي بقى طبعا انت من فهمك ممكن تكتبي، انما دلوقتي لازم تكوني عامله عارفه المعلومه واثقه منها، لان دي اختيارات، يا احمر يا ابيض يا اسود، ما فيش حاجه تاني. تمام. فلازم على حسب طبيعه امتحاناتك، شوفي انت امتحاناتك نظام ايه عشان ما توتريش نفسك. في ناس ما تبقاش ليها فايده، نمسك السؤال ده جت سنه فاتت واقعد اذاكر فيه واقعد اعمل فيه، طب ايه فايدته؟ طيب السلايد مش بتغير ليه؟ من برضو الوصايا العشر ان احنا نجعل لنفسنا دعاء يومي بالنجاح والتفوق. الله يسلمك. في كل صلاة وفي كل سجود وفي كل وقت، وفي وقت السحر طبعا احنا بادئين يومنا من الفجر ويومنا فيه البركة، ونبتدي نصلي وندعي ان ربنا يوفقنا ويثبت خطانا. تمام. وان ربنا ييسر لنا امورنا، وندعي طبعا ايه ان ربنا يشرح صدورنا للدراسة ويعلمنا ما جهلنا، وان يرزقنا طبعا ايه، ان في ناس بتكون تعبت يعني في الامتحان بس حظها وحش مش بيجيلها من اللي هي ذاكرت او بتذاكر وما بتفتكرش، فندعي طبعا التوفيق، لان التوفيق والسداد من عند الله سبحانه وتعالى بس. تمام. شايفين ده قاعد كده وقاعد على الفيسبوك ويقول للناس ادعي له، اكيد عمره ما هيجي النجاح ده كده، ان هو قاعد وادعي لي شكرا. صح؟ لا لازم نتعب ونستعين الحمد لله وندعي احنا ان شاء الله ربنا يوفقنا. من الادعيه اللي قبل المذاكره والادعيه وقت الامتحان. من الادعيه قبل المذاكره، اللهم يسألك فهم النبيين وفهم الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك، قلبي عاملا بخشيتك، وسري طاعتك، انك على كل شيء قدير. ولما نخلص مذاكرة، اللهم اني استودعت كما قرأت وما حفظت فرده الي عند الحاجة الي، انك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. تمام. نبتدي طبعا اكيد
بالدعاء واذكر ربك اذا نسيت، اذا حسيت ان انت بتنسى استعين بالله طبعا في البدايه واستغفر، لان عشان ربنا ييسر لك امرك لازم تستعين بالله. واي وقت وتغير جو بالاذكار بالاستغفار بالدعاء بكل الحاجات دي ربنا هيعينك اكيد طبعا. وما تنساش ربنا وما تاخرش الصلاه، تقول لا لما اخلص الجزء ده قوم صلي، قوم من نومك بدري، اقرا القران وما تخافش مش هيضيع لك وقتك. تمام. بالنسبه للنوم طبعا احنا اتفقنا ان احنا هنصحى بدري وهننام بدري، والنوم هننام اقل حاجه طبعا، والمفروض النوم الصحي هما 6 ساعات ل 8 ساعات بس. طبعا ليالي الامتحانات مش، لو احنا هنحسب ان احنا حسبنا ان احنا صلينا الفجر وبدأنا بالكثير الساعة 7 عندنا لحد الساعة 12 ادي 5 ساعات، هنصحى هنتغدى وهنصلي العصر وهنبتدي، يبقى عندنا من 3 لحد 5 لحد فترة المغرب ادي كده ساعتين ونص تقريبا. تمام. يبقى عندنا ساعتين ونص وخمسة، يبقى دي 7 ساعات ونص. وعندنا ممكن ناخد بريك تاني من المغرب، نبتدي تاني من الساعة 6 عندنا لحد 10، 4 ساعات تاني، يبقى احنا عندنا كده تقريبا 12 ساعة ممكن نذاكرها بس. وهننام قد ايه؟ ادي هننام عندنا من 6 ل 8 ساعات، خدنا كده انا حسبت ان في ساعتين قيلولة في النص، يعني واخدين كمان ال 8 ساعات، مش محتاج خالص ان احنا نطبق. ادي 12 ساعة ذاكرنا فيهم، هو بس هتقل العدد ده لو في عندنا امتحان، انما غير كده احنا عندنا الوقت طويل ونقدر نستغله. وادي صلينا في وقت الصلاة وصحينا بدري ونمنا بدري ونمنا بنص النهار وريحنا ولعبنا شوية رياضة ولعبنا شوية غيرنا جو في النص. فطبعا ايه مش محتاج طبعا السهر ولا ان احنا نطبق ليالي الامتحان خالص. تمام. لان ده بيظبط الساعة البيولوجية وبيساعدها ان المخ يريح. ما ينفعش ان انا افضل اذاكر طول الليل واروح على الامتحان اطلب ان هو يرجع لي المعلومة بسهولة، لازم اريحه. تمام. وطبعا نحاول ننام زي الملاك ده بهدوء، ما نقولش طب انا هقرا وانا قاعد على السرير. طب باقي الشعب حاسين بفرق؟ طيب متشجعين حابين ان هم يذاكروا هيظبطوا يومهم؟ يا شباب شايفين الملايكه دي نايمه ازاي؟ ينام في هدوء مش حاطط جنبه الورق، طب انا هقرا في المذكره دي، طب قبل ما انام طب انا فاتح النور، لا بتنام عادي في الضلمه وفي هدوء. ربنا يعزك يا دير، يا رب يحفظك يا رب. بصوا الملايكه ازاي جميل، ازاي نايم بالدبدوب بتاعه، حاجه كده جميله خالص. باقي الشباب ناموا برده ولا لسه صاحيين؟ على فكرة برضو لما بنكتر في النوم بيسبب لنا مشكلة ان احنا بيبقى عندنا خمول وفتور، يبقى احنا ما نزودش يعني الحد ده. اللي عايز ياخدهم الثمان ساعات متواصل بياخدهم، بس الافضل ان احنا ناخدهم مثلا هننام قلنا من الساعة كام؟ هننام 10 ماكسيموم 11 ماشي، نصحى 5 ونص 6 ادي خدنا 6 ساعات بتاعتنا، هنصحى فايقين هناخد الساعتين تاني قيلولة سواء بعد ما نرجع من الامتحان او بعد الظهر لو احنا بنتكلمنا الفجر. تمام كده. ده بالنسبة للنوم ولا بنزود فيه لان زيادته مش بتفيد وما بيتخزنش. الناس اللي بتفضل تنام في الصيف وتكسل عمرها بتيجي برضه وقت الدراسة تحس ان هي محتاجة نوم تاني، ملوش اي دعوة. المهم النوم بفايدة، مش نقسم بقى ساعتين وساعتين، بيعتمد على ساعتك البيولوجيه. لو انت مظبطها بتقدر تصحى لوحدك مش محتاج حد يصحيك، بس انا الجسم لوحده بيتعود على كده. انا معادي ثابت زي ضباط الجيش والناس دي بتبقى متعوده خلاص ان الساعه 6 بالصفاره بس بيصحوا. مش انا بحط 10 منبهات طبعا وبوصي ناس ترن عليا عشان كل يوم بخلف عن اليوم اللي قبله وانتهت فرصه الاجازه، لا اسهر لا ما اقدرش طبعا. ده مش كده، احنا لو مثبتين ساعتنا البيولوجيه بصفاره زي ما بيصحوا في الجيش صفاره بتصحيهم كلهم يبقوا موجودين وفي الطابور وكده. الساعه البيولوجيه لو انت ريحت جسمك هيخدمك وهو اللي هيصحيك وهيصحى فايق، مش هتصحى تحس ان انت موخم واخد الست ساعات بتوعك نايم مرتاح طافي النور ومستريح. اكيد هيريحك وهيديلك كل اللي انت عايزه، هيبقى مركز في المذاكره، هيبقى مركز في الصلاه، هيبقى مركز في كل حاجه. تمام كده. بالنسبه لاهم حاجه واكتر حاجه احنا بنعملها في وقت الشتاء وفي وقت الاكل اللي احنا بنهرب منها من المذاكره، دي اكتر حاجه بنعملها هي الاكل.
لو المذاكرة دي يومية، كل ما بتدي شغلك وشغل يومي صح. كمان لو حضرتك عايز تدرس حاجة معينة مع الشغل بتاعك، الشغل طبعا مواعيده ثابتة. تمام، انا معادي ثابت، انا شغلي مثلا لحد الساعة 3 الظهر، هرجع برضو هتغدى عادي او هريح الاول وبعدين هتغدى عشان ما نمشي وانا مؤخرة، باش الغدا في الاول ان شاء الله. وربنا يوفقك في امتحاناتك ويعينكم وييسر لكم امركم يا رب. اتفضل يا استاذ مهند. في رعاية الله. بالنسبة للسؤال بتاع الشغل، هظبط برضو عليكم صوت وكده، هنظبط الوقت. انا هحسبه، انا هرجع مثلا 3 العصر، هصلي العصر وممكن اريح شويه ساعتين مثلا، واصحى اشوف اللي وراي، ادرس اللي انا عايزه. لو عندي كورس هقسمه، لو كل يوم اكيد هياخد بس ساعه. لو عايز تخرج، طبعا المتخرجين او مش بيدرسوا حاجه معينه، ماجستير وعندهم حاجات كده، عندهم شغل تاني بعد الظهر، ممكن تنزل شغلك عادي مفيش اي مشكله. بس كل ما تدي له كل يوم ما تكونوش فكره التكوين دي، بتضيع الشغل وبتضيع التعب على الفاضي صح كده. لو انت ظبطت الكورس مثلا، انا عندي كورس كذا وانجليش، يوم هذاكر الانجليش ويوم هذاكر الكورس اللي انا عايزه، هيدي لك كتير وهيريحك بعد كده. هتبقى بقى ليالي الامتحان او ليالي اللي ترجع، بس اهم حاجه تعمل برضو مراجعه. يعني لو انت حضرتك هتعمل تدرس يوم الكورس الانجليش ويوم اللغه او الكورس الثاني، تيجي خلي مثلا الاربع والخميس نص، مثلا ادي ساعه مراجعه للي انت درسته الاسبوع كله بتاع، لان ده هيريحك. كل ما بتحصل وكل ما بتعيد، التكرار طبعا بيعمل ايه؟ التكرار في الشطار بالظبط كده. واهم حاجه تنظيم الوقت. احنا عندنا جزاكم ايام، امسكوا الكراسه او الاجنده بتاعت بره، هتلاقي عندهم بيعملوا الجدول بتاعهم بالساعه. انا عندي من 8 ل 10 اعمل كذا، عندي من 8 من 10 و10 لحد 10 وثلث بريك، وبيكتبوا كده في المؤتمرات بتاعتهم. لاقي ده كافي بريك اللي هو وقت، او ده اللانش بريك، بيحددوها بالساعه بال10 دقائق. وادي هو معسكر لتنظيم الوقت والتغلب على النسيان. تمام كده، ده بالنسبه لتنظيم الوقت. لازم يبقى دقيقين، واحنا ما شاء الله احنا افضل منهم من الغرب، احنا افضل منهم كتير. احنا عندنا اكتر من كذا حاجه بتظبط. تقريبا بروس ويلز كان بيحسب المسلمين على ان هم عندهم خمس صلوات، بيظبطوا الساعات البيولوجيه بتاعتنا. خمس صلوات، متخيلين يعني ايه حاجه بتظبط لنا؟ وثلاث وجبات، ده اكتر حاجه بتظبط بتظبط الوقت عندنا. فسبحان الله احنا لو استغلناهم صح، ان احنا نبتدي يومنا من بدري، هم طبيعي من غير حاجه بتلاقيهم بدايتهم يومهم بيبتدي الساعه 6 وما عندهمش صلاه فجر. تخيل احنا يومنا بيبتدي الساعه 8، طب ليه احنا بنقول في نفسنا كده؟ واحنا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا ان احنا عندنا صلاه فجر وفيها بركه وفيها رزق. هم تلاقيهم ماشيين الساعه 6 الصبح بيمشي الكلب بتاعه، متخيلين؟ بيجري على البحر، بيعمل رياضه بتاعته. هم منظمين اكتر مننا، مجرد تنظيم وقت هنبقى قادرين على كل حاجه. انت ممكن تعمل كذا حاجه مع دراستك. في ناس ما شاء الله بتحفظ قران كمان وبتختم وهي بتدرس، في ناس بتشتغل اعمال يدويه، في ناس بتنزل تشتغل وتساعد اهلها. فنحمد ربنا ان احنا عندنا نعم، ان احنا مستريحين ومش محتاجين مثلا ان احنا ننزل نشتغل عشان احنا اللي نصرف على نفسنا كمان، ونحمد ربنا بالنعمه دي ان احنا نحافظ عليها. طب بالنسبه للاكل، ربنا يعينك يا امير، يا رب يوفقك يا رب. امسكوا على طول ورقه او قلم وشخبطوا واكتبوا انا عايز اعمل كذا النهارده. ما تنامش او ما تبتديش يومك الجديد غير وانت ماسك ورقه او قلم وكاتب انا عايز كذا 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 النهارده، انا هعمل كذا، انا النهارده هحافظ على كذا، انا هذاكر كذا، انا هعمل كذا. اكتب انت وراك ايه. طب انا هحفظ 10 ايات، طب انا عندي مذاكره كذا، طب انا عندي كذا النهارده، طب انا عايز اكلم كذا اصل رحمي، طب كذا كذا كذا. نظبط وقتنا وان شاء الله هنستفيد منه. طيب بالنسبه بقى للاكل، هنقسم ان احنا يكون عندنا ممكن الثلاث وجبات الاساسيه، وممكن نقسمهم لاكثر من وجبه، لاربعه او خمس وجبات يوميه. طبعا دول ايه الاساسيين، بيكونوا الاهم فيهم ان هما تكون وجبات مفيده وخاليه من الدهون ماشي، ومش دسمه. لان كل لما مثلا لو اكلت وجبه دسمه بيخلي الامعاء كل الدم بيروح للامعاء عشان يعرف يمتصها، تلاقي نفسك موخم
ومش مركز، واحس ان انت سرحان وانت قلقان طبقانه من شويه، والنوم بقى وانت واكل كمان بيزود لك التخمه وارهاق على الفاضي. يبقى احنا نحاول ناكل وجبات خفيفه، اشرب شاي بلبن عادي، واكل خضار في النص، واكل خيار، اكل جزر، اكل خس، اكل فاكهه، اشرب لبن، حاجات كلها تكون مفيده وتساعدني وتشبعني، ما احسش ان انا كل شويه جعان وان انا همدان وان انا مش مركز. طبعا ده مش كويس. طبعا احنا اهم حاجه تكون قليله في الدسم علشان ايه، ما تاخدش وقت طويل في الهضم وتتعبنا. بدل مثلا ما نحط جنبنا لب ونقعد نقزز وحاجه مش تركزنا، لا، اقطع خيار، اقطع طماطم، اقطع جزر، تفاح، برتقال، الحاجات دي مفيده وبتشبع ومش بتلكم ومش مش بتتعب الجهاز الهضمي. ادي الفواكه وادي الخضار وكوبايه لبن، لان العصاير والفواكه دي كلها مليانه بايه، بفيتامين بي 12 المسؤول عن ايه، عن التركيز وعن الاعصاب. واللبن مفيد جدا طبعا، كوبايه اللبن لانها بتهدي الاعصاب. مش كل السكريات، انا ممكن اخد معلقه عسل نحل، اخد عسل اسود، حاجات مفيده، انما السكريات برضو الجلوكوز اللي فيها بيسحب الدم ومش بيفيد. ممكن اخده في المفيد، ممكن اخد شوكولاته، سكريات خفيفه، ممكن ناخد شوكولاته، بس هي الشوكولاته الغامقه اللي هي لونها بني دي، لان بتكون فيها نسبه الكاكاو اعلى، ما فيهاش نسبه كافيين زي الايه، زي الشاي والكولا والحاجات دي. لا، احنا ممكن ناخدها مره نستبدلها، بس ناخد ايه، مكعبه صغيره، مش اجيب جالاكسي الكبيره وكادبري الكبيره والحاجات الكبيره دي واقعد اكل، لا، حاجات خفيفه هتدي طاقه لو ما تحس ان انت دايخ او كده بتفيد. طبعا البيض المسلوق مفيد جدا، والعصاير والخميره فيها فيتامين بي 12 طبعا، دول مهمين في الايه، للاعصاب وللجهاز العصبي وللتركيز. والفاكهه طبعا مفيده جدا جدا جدا، تاخدي معلقه الصبح ومعلقه بالليل، او تجيبيها وتدوبيها في ميه دافيه، او ممكن تحطيها مع عسل نحل معلقه وتاخديها، مفيده جدا لان فيها فيتامين بي 12. ماشي، ادي البيض. السمك طبعا مفيد جدا، كل الحاجات، اي حاجه منهم مفيش اي مشكله اللي انت حباه. السمك ومنتجات البحر كلها مفيده، لان هي فيها فوسفور وفيها اوميجا 3، ودي سهله الهضم ومش دهون، ودهونها خفيفه. التونه، السمك، السلمون، السمك العادي طبعا الافضل ان هو يكون مشوي، ما يكونش مقلي وكده، نبعد عن الحاجات المقليه اللي فيها دهون عشان ما تتعبناش. ماشي، زي ما قلنا هتاخدي مكعبة واحدة بس عشان حاسة ان انت دايخة، مع كوباية العصير بتاعتك، مع كوباية اللبن، وممكن تاخديها كمان مع تعمليها هوت شوكليت، تجيبي المكعبة عادي اللي انت عايزاها اللي هي الغامقة، وتحطيها في كوباية اللبن سخنة على النار، حطي عليها فانيليا، حطي عليها قرفة، هتلاقي طعمها بقى جميل وتحبيها، اللي هي الهوت شوكليت الغامقة، لان بتكون فيها نسبة الكاكاو، بلاش اللي هي الفاتحة العادية لان فيها نسبة كافيين عالية. وما تاخديش برضو شوكولاتة كتير يا نجوى، لان دي بتخلي برضو الايه، الدم يتركز في الامعاء، عند الامعاء وعند المعدة عشان تمتص، فبالتالي بيقل وصول الدم للمخ، فانت بالتالي بتحس ان انت مش مركزة، وبياخد طبعا بيسحب من تركيزك وقت الامتحان. فانت افضل حاجه تكون معاكي قبل الامتحان معاكي ازازه الميه، كوبايه ازازه العصير بتاعتك، خدي بتاعت عصير، خدي ممكن شوكولاته بس قبلها برضو عشان ما تحتاجش ان هي تهضم وكده. خدي معاكي فاكهه، تفاحه قشريها مثلا وحطيها معاكي في شنطتك، مفيش اي مشكله. جزر، الجزر برضو فيه سكريات على فكره ومفيد، بس طبعا ما تقعديش تقرمشي طبعا في وسط اللجنه عشان ما تلاقيش نفسك بره الامتحان. طبعا من الحاجات المفيده جدا 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 هي المكسرات، الفستق والبندق والجوز والحاجات دي كلها مفيده جدا. يعني كانت من ال كان في بحث معمول ان العنب، شايفين شكله كده شبه الرئتين، فكان مفيد للرئتين وللحويصلات الهوائيه، لان بصوا شكلها كده، شايفين العنب الاخضر ده شبه الايه، شبه الرئتين، فمفيدة للرئتين. الجوز اللي اسمه عين الجمل، شبه لو حطيته اتنين عين جمل جنب بعض هتلاقيهم شبه المخ،
شبه التجويفات بتاعته، فده برضه مفيد للمخ وللتركيز. هتلاقوا ال ايه كمان كانت ايه كمان كانت اللوبيا شبه الكلية، فمفيدة برضه للكلى. اهم حاجة اهم حاجة الناس نشرب تمام وسهلة الهضم، الحاجات دي كلها خفيفة وسهلة الهضم. والتفاح بيشبع، يعني بيحسسك ان انت شبعانة ومش بيلكمك وما يحسسكيش ان انت تقيلة. والعصاير يفضل ان هي طبعا تكون فريش، افضل من ان انت تفضلي تشربي في قهوة ونسكافيه والحاجات دي كلها، بس ما فيش مانع ان انت تشربي كوبايتين في اليوم بس. وطبعا ما تشربيش بعد الساعة 5 الحاجات اللي فيها كافيين ولا الكولا ولا الكلام ده كله، لانها طبعا هتسهرك وهتبوظلك ساعتك البيولوجية. تمام، يبقى العصاير تكون فريش احسن، طبعا ما يكونش فيها سكريات كتير طبعا. بتأثر على الجهاز العصبي لان فيها الفيتامينز، واللبن هو اكتر حاجة بتهدي الاعصاب. يعني برضو بيقول لنا ان انت مثلا ما تشربش ينسون انت بتذاكر لانه مهدئ جدا للاعصاب. السمك كل حاجات البحر كلها من حتى التونة والحاجات دي كلها مفيدة لان فيها فسفور وفيها اوميجا 3. اوميجا 3 ده من الزيوت بتأثر طبعا على الجهاز العصبي، بس برضه هي مفيدة. هي ضررها ان انت تشربيها مثلا على معدة فاضية، تشربيها بعد الساعة 5 بالليل. الحاجات دي طبعا من الممنوعات بعد الساعة 5 بالليل، حتى لو شاي اخضر كمان لان برضه فيه المواد المنبهة برضه فبيأثر على الجهاز العصبي. فافضل ان انت بس اخرك هما كوبايتين في اليوم، مفيش مانع يعني ان انت تاخديها للامتحانات. طبعا اتفقنا ان هي الشوكولاتة الغامقة مش الفاتحة. والتمر طبعا لو انت محتاجه حاسه ان انت بايخه خلي معاكي تمر. ممنوع طبعا البلح الشام والزلابيه والحاجات دي كلها، الافضل يكون حليب ومعانا تمر. حلو الشوكولاته دي، فانا انها تكون شوكولاته غامقه. والافضل طبعا على السنه ان احنا ناخد التمر لان التمر مفيد وبيدي طاقه. قطعه واحده مكعبه واحده بس وغامقه، اتفضلوها بألف هنا وشفا. والتمر طبعا مفيد وجميل، التمر مش عاكو. الشوكولاتة بجد مفيدة عشان التركيز، بس اللي يكون فيها نسبة الكاكاو بتاعها نسبة 30%، 70% ما تكونش نسبة الكافيين والمواد اللي فيها كتير. اللبن مفيد طبعا لان الكالسيوم بتاعه بيهدي الاعصاب. افضل حاجة ان احنا ناخده بالليل، مش شرط ناخده بالنهار لان بيسهل امتصاصه بالليل. ان انت تشربه بالليل هيهدي اعصابك قبل ما تنام ويريحك ويتهضم ومش هيتعبك. عسل النحل طبعا مفيد لانه ذكر في القران، والوحيد هو القران اللي ذكروا بالشفاء، ان ربنا سبحانه وتعالى خصهم بان هم فيهم شفاء. وادي الحليب طبعا اتفقنا عليه مهم جدا في تهدئه الاعصاب. بالنسبة للمشروبات السخنة طبعا احنا في الشتاء استبدل بدل ما تشرب كاكاو والحاجات دي والنسكافيه والكوفي ميكس والكلام ده كله اللي بيهلك جهازنا العصبي، ممكن نشرب الحاجات دي وبرده هتدفينا، صح كده؟ ممكن نشرب نعناع، ممكن نشرب جنزبيل، ده برده من ايه؟ من جزاء لأهل الجنة. ممكن تحلي بالعسل النحل أي حاجة انت تشربيها سخنة، صح كده؟ الزنجبيل ده من جزاء لأهل الجنة، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة. طبعا أكيد هتبقى حاجة حلوة ونحب إن احنا ناخدها طبعا ونستفيد بيها، وبتدفي وبتفيد العظام. تمام ده؟ فمفيد جدا وبيجري الدورة الدموية، بيخليك إن أنت تحس إن أنت نشيط ومش خامل، مفيد لكل حاجة. الجنزبيل والقرفة تشربهم الاتنين مع بعض، حط عليهم لبن لو مش بتحب طعمهم. تمام، ممكن برضو في زنجبيل وهو لسه زرع مش بودرة، طعمه حلو برضو، خد سلايس كده واشربها برضو طعمها حلو. الحاجة انما اليانسون بلاش. تمام، عسل نحل على كوب زبادي. تمام، ممكن لو على مية دافية عسل النحل وتاخديه، او تحلي بيه برضو الحاجات السخنة اللي انت بتشربيها. بس اتفقنا ان احنا بلاش نشرب اليانسون. طبعا النعناع غير اليانسون، يمر النعناع بيبقى ورق كده يمر وبيتحط على الشاي، انما اليانسون حبوب كده صغننه صغننه شبه القمح.
ده وصية الست الوالدة يا أستاذ عبد الرحمن، الأكل ده الحاجات الخفيفة بحيث إن أنت ما تاخدش من تركيزك وتتعبك وتنام وتوخم وتأثر على مذاكرتك. إحنا بس بنقول الحاجات اللي ممكن تفيدك وقتها، بس طبعا مش هنتبطر على الأكل اللي موجود. حمد ورضا طبعا وكتر خيرها الوالدة إنها تعبت وعملت أكل طبعا. بس المشروبات إحنا بنقول بنستبدلها بالحاجات الإيه التقيلة اللي بتضر جهازنا العصبي شوية. صحي مرقة، الحاجات اللي بتقوي الذاكرة هي والتركيز اللي زي ما قلناهم اللبن والبيض والسمك طبعا بجميع أنواعه، حتى لو كان تونة لأن التونة غنية بأوميجا 3 والكمون برضه مفيد. بالنسبة واحنا بنذاكر نحاول برضو ان احنا نقرأ بالراحة ونقسم الجزء الفقرات ونبتدي نربط الفقرات ببعضها. تمام، يعني انا بقرأ درس مثلا عن الثورة او عن الثروات، ابدأ اربط الجغرافيا بتاعتها مثلا بتوجد في كذا وكذا، طب اقارنها بمادة تانية توزيع جغرافي لحاجة تانية، بذاكر مادة طبية مادة علمية، احاول اربط الحاجات ببعضها. وممكن اقرأ القراءة مش ليالي الامتحانات، القراءة اللي هي التركيز ان انا اقرأ الدرس كله اطلعه كله من اوله لاخره بحيث ابقى خدت فكرة عامة عنه وخدت خلفية عنه واقدر بعد كده اقسمه، انا ابقى عارفة ايه محتواه، هاخد فقرات عن كذا وكذا وكذا. وطبعا يفضل ان احنا زي ما قلنا بايدينا ونركز ونستخلص بره، يعني نلخص انا اتكلمت عن كذا دي الفقره الاولانيه ودي الفقره الثانيه ودي كان فيها نقط واحد اتنين تلاته، اعدد وارسم لو في خريطه وارسم لو في باجرام، اعلم بالماركر لو حاجات معينه. تمام كده. واحنا بنقرأ طبعا وبنذاكر لازم قلنا زي ما اتفقنا يكون فيه هدوء، الإضاءة تكون كويسة ويفضل ان هي تكون على ايدينا الشمال، ويفضل ان تكون التهوية جيدة ويكون هواء طلق. كل شوية اغير جو واجدد هواء الأوضة اللي انا فيها واخد راحة 10 لـ15 دقيقة بعد كل ساعتين عشان التركيز ما يقلش، عشان ما يفقدش التركيز. نبعد عن كل مصادر القلق، قلنا سواء هيجيلنا من الموبايل سواء اهو بتبقي قاعدة واخدة معاكي الماركر الوانك اللي انت بتحبيها الكوبايات الحاجة السخنة اللي انت هتشربيها وحاطة جنبك وقاعدة مركزة وهدف اللي انت عايزة. طبعا مفيش اي مشكلة ان انت تذاكري في الروف طبعا، بس المهم ده احسن حاجة طبعا، هواء طلق ليكي وبيتجدد كل شوية يبقى تركيزك عالي، بس ما يكونش اهم حاجه في مصدر ازعاج جنبك، صوت مواصلات صوت قطر اي حاجه مزعجه بتشتتك او حد بيلعب جنبك. طبعا دي اهم حاجه يكون فيها الهدوء والبعد عن القلق كله، ونحاول ما نتصلش برضو باصحابنا، نفضل انت عملت ايه انت خلصت ايه ما خلصتش ايه ذاكرت ايه ما ذاكرتش ايه، لان مش كلهم بيطمنوك ومش كلهم بيريحوك يعني. وطبعا اهم حاجه ما يكونش في اي دوشه، مفيش قلنا راديو مفيش تلفزيون مفيش موبايل، حتى قلنا القرآن ممكن ناخده للايه، لا طبعا حتى القرآن قلنا ده في وقت الراحة، لو انا خدت البريك مش عايز اعمل حاجة ممكن استرخي على السرير واغمض عيني واشغل جنبي القرآن عشان ما ارهقش نفسي. انما مش احنا مكناش بنشغل الحاجات دي، على حسب ممكن في ناس بتتعود على كده بس اكيد بياخد من تركيزك طبعا. مش مهندس هدير انت ما شاء الله باين عليكي من الناس الشاطره واللي بتذاكر اول باول وبتلخصي، مش محتاجه ان انت تقلقي نفسك، القلق بيضيع مجهود وتعبك، خساره ان انت تضيعيه، فدام تعبتي وذاكرتي خليكي واثقه في تعبك وتكوني واثقه ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع عملك. دي اهم حاجه ان احنا لا حول ولا قوه الا بالله، اكيد محتاجه عليك، محتاجة بس شوية ثقة في النفس ويقين بالله. ممكن لما متعودين يذاكروا جنب حاجة جنبهم ممكن كأن هي بتديهم ونس، بس تحط الصوت خالص أكيد مش هتبقى كل شوية تلاقي جنبك جاء خبر طبعا، والأخبار الجميلة اللي بتشرح الصبر اللي عندنا اليومين دول طبعا، فأكيد دي مش حاجة كويسة إن أنت تقعد تذاكر جنب التلفزيون. ممكن تشغل جنبك إذاعة القرآن الكريم،
حاجة بسيطة كده تونسك، تحس إن في حد حواليك. بس إحنا اتفقنا إن إحنا مش هنسهر، إن إحنا هننام بدري، فمش محتاجين حاجة تشتت تركيزنا. طبيب يداوي الناس وهو عليل. ماشي يا هدير، ربنا يشفيك يا رب. مرض القلق فعلا ما تزودوش عن حد عشان ما يأذيكيش. بصوا القمر ده قالت لكم مش عايزين دوشة، مفيش حاجة للدوشة خالص، مش محتاجين دوشة وتقلقنا كده، عدنا على الفاضي. زي ما اتفقنا أهم حاجة تكون التهوية كويس، قاعدين ظهرنا مستقيم، ما نقعدش مرخيين كده، لا نقوم ننشط نفسنا ونفرد ظهرنا، والتهوية كويسة والقعدة مستقيمة وماسكين أقلامنا. تعالي ذاكري معانا هدية، تمام كده، نقعد مستقيم، الإضاءة زي ما اتفقنا تكون على إيدينا الشمال لو احنا أيمن بنكتب إيدينا اليمين، الأيسر طبعا يخلي الإضاءة بالعكس، وإضاءة قوية، الإضاءة البيضة مش الإضاءة الصفراء عشان ما تشتتش تركيزه وتصدعه وتضايقه. ويفضل طبعا لو انت بالنهار ضوء النهار وفاتح الشباك طبعا عشان التهوية كويس. دي بقى دي أهم النصايح. بصوا شكلنا عامل ازاي احنا بنذاكر. بيقول لك مش عارف تذاكر، قوم اغسل وشك عشان تصحصح. ممكن تقوم تتفضل طبعا، وحلو طبعا ان انت تغسل وشك بشويه ميه ساقعه علشان تفوق وتغير جو. هترتب المكان اللي انت بتذاكر فيه، اتفقنا ان احنا مفيش حاجه اسمها مذاكره في السرير خالص. المذاكره وانت قاعد لو بتذاكر وسقعان عادي، تقل ايس كاب، البس جوانتي، البس شراب، مش مشكله، بس ما تقعدش في السرير. وطبعا جهز الكابتشينو وشوكولاته، احنا اتفقنا هناخد انهي شوكولاته واتفقنا ناخد ايه. طبعا اتفقنا على الشاي اللي بيحب يرش معطر، بيحب يشغل البخور جنبه، بس ما يشغلش البخور طبعا ويقفل الاوضه ويكتمها ويقعد طبعا يخنق نفسه في الاوضه، اكيد لازم يهوي تهويه جيده. ونقفل الفيسبوك وتويتر والواتساب عشان ما يجيلناش مكالمات وحاجات من الموبايل تشتتنا. وهنحدد هنذاكر قد ايه، زي ما اتفقنا نرسم رموز كده جنبنا، ادي واحد كاتب حار صيفا، معتدل ممطر شتاء، كاتب ادي رسومات هتفكره عمره ما هينسى وهو بيذاكر. اخر حاجه طبعا بنتمناها ان احنا للجميع النجاح والتوفيق في حياتهم العلميه والعمليه والتفوق كمان. بالظبط هي دي القرارات الذهنيه. وحتى لو هترقمي وتعملي بالماركر اللي انتوا بتذاكروه، ان شاء الله نسمع عنكم اخبار كويسه والنجاح وتفوق كمان. أنا لسه تحت أمركم، محتاج يسأل أي حاجة. ممكن نستبدل موضوع الصوت العالي، نوطي صوته شوية ونستبدله بالكتابة. اكتب بإيدك عشان تشغل حواس معاك، مش بس تبقى ودانك وصوتك كل شكل، ده بيرهقك طبعا وبيتعبك. ممكن توطي صوتك شوية وتركز في في الكتابة أكتر، اعمل خرايط، تعلم، عد على إيديك الحاجات دي كلها بتفكرك. وطبعا نحاول ما نغيرش مكان المذاكرة عشان يبقى ثابت، أفتكر أنا كنت قاعد هنا، أنا كنت بعمل كذا، إنما مش هفتكر كان جنبي التلفزيون شغال في كذا، ماما عدت سمعتني قالت لي كذا. لا طبعا نحاول نستعين بالله ونركز ونكتب ونخطط. امسك ورقة فاضي شخبط واكتب طبعا، مش ترميه، لا خليه جنبك، دبسه. لو عملت تلخيط لحاجة يفضل ان انت تدبسها في الورق بتاعها عشان ترجع لها دايما. وطبعا لو هتدي الكتب دي حد يستفيد بيها، طبعا يستفيد بيها بتلخيطك. سعدت ان انا كنت موجودة معاكم النهاردة، واتبسطت جدا بصحبتكم، واتمنى ان انا اكون قدرت اساعدكم. انا عاوز اقول لكم سر، ان انا طبيبة اسنان، مش طبيبة بشرية ومش طبيبة نفسية، ولسه خريجة جديدة زيكم يعني، جربة المذاكرة تاني، نجدد النوايا علشان يبقى تعبنا ده في المذاكرة برضو لله وخالص لوجه الله. ونبتكر وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين، فستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اتفقنا ان ربنا سبحانه وتعالى هيشوف الاخلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم هيطلع على الاتقان، المؤمنون طبعا هيشوفوا حقوقهم فيها، لان لو اي حد بيأثر في حقه طبعا هيقتصوا من حقوقهم. اللي بيأثر في اي حق في مصالح من تولى امره من امور المؤمنين ثم شاق عليهم شاق الله عليه يوم القيامة. فطبعا احنا نحاول مش نساعد عشان ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا امورنا، كمان نساعد المسلمين جميعا، ما نشقش عليهم خالص.